تبقى قاعد في امان الله، لا بيك ولا عليك، وتبدا دماغك في التفكير. الشغل، البيت، الاكل، الشرب، المصاريف، الميه، الغاز، الايجار. على شمال شويه في تاني يا استاذ. حاضر اهو، اديني جيت شمال. التعليم، التربيه، المشاكل، الماضي، الحاضر، المستقبل، الخساره، الفشل، الاحباط. كل اللي انتوا شايفينه ده ولا حاجه، وكمان في اكتر من كده. حاولوا بس تطلعوني من اللي انا فيه ده، وانا اقول لكم الدنيا دي فيها ايه وهتخلص على ايه. في البداية قاعدة حسابية ثابتة وأساسية وإجابتها واحدة، استهلاك طاقة زائد فقدان التركيز هيديلك التفكير الزايد. التفكير عامة يعتبر من الأمور الطبيعية اللي بيعملها أي إنسان في حياته اليومية. واحد يقول لي يا أبو مصعب يا أخويا سيبها على الله وما تحسب لهاش، ربك بيدبرها. أحب أقول له الحلقة دي مش ليك أساسا يا حبيبي، أنت تمام وزي الفل. الحلقة دي للي دماغه تهرست في التفكير وما وصلش لأي حاجة. نرجع بقى ونكمل. التفكير ميزة فضلنا الله عز وجل بيها عن سائر المخلوقات، والتفكير عبارة عن الأشكال والعمليات الذهنية اللي بيأديها عقل الإنسان، وبتخليه يفهم العالم اللي بيعيش فيه علشان يعرف إزاي يتعامل معاه بفاعلية أكتر ويحقق أهدافه. نقول كمان ولا كفاية؟ خلص بقى ما تبقاش رخي مني. حاضر هكمل. التفكير الزايد بقى يا نجم بياخدك في سكتين ملهمش تالت. لما تلاقي نفسك في واحدة من الاتنين دول تعرف انك مصاب. واحد يقول لي مصاب ايه يا عم، هو التفكير الزايد ده مرض؟ بص هو في الواقع مش مرض بس مرض. يا عم انت بتهزر، انا بتكلم بجد، هو ده مرض؟ وانا كمان بتكلم بجد معاك. السكتين بقى بيوصلوا للتفكير المدمر اللي هو اول سكة في الانتحار. سكة منهم عبارة عن الحصر على الماضي بكل تفاصيله وكل القرارات اللي احنا خدناها فيه. السكة الثانية القلق المستمر على المستقبل والاحداث اللي بيعيشها الانسان يوميا، خصوصا بقى لو كان فيها ضغط في الشغل او الاسرة او مشاكل او اي حاجة تانية. تعال بقى نفصصهم سكة سكة. اول حاجة الحصر على الماضي. الأفكار عبارة عن ايه؟ مثلا لو كنت قاعد مع ناس من فترة تفضل تلوم نفسك وتقول ده انا قلت لهم كلام ما كانش ينفع اللي انا اقوله، حتى الردود اللي انا قلتها كمان ما يصحش ان انا اقول كده. دلوقتي الناس يقولوا عليا انا قليل الذوق ومش عارف اتكلم. او لو كنت شغال في شغلانة وسبتها ورحت شغلانة تانية تفضل بقى تفكر تقول يا سلام انا لو كنت موجود دلوقتي في الشغلانة التانية كان زماني في منصب تاني، ولا كان زماني ترقيت، احسن من القرف اللي انا عايشه ده. ده غير طبعا التفكير في احداث الطفولة، ويفضل يشعر بعدم الثقة في نفسه اللي هتوصله بعد كده لعدم التقدم في حياته العملية والشخصية. السكة الثانية بقى القلق المستمر، عبارة عن افكار وتنبؤات سلبية وكارثية حول المستقبل. بيفضل بقى يتخيل في احداث ومصايب هتحصل له في اي تغير بيقوم بيه او اي خطوة بيخطوها. يعني مثلا انا الافكار اللي عندي دي لو قدمتها في اجتماع بكرة اكيد هيقولوا لي ان انت ما بتفهمش، واكيد الكلام ده قديم واستخدموه قبل كده، وافكار دي اساسا كلها ملهاش قيمة. وبيفضل دايما في دوامة افكاره السلبية دي عن المستقبل، وبتتعطل حياته كلها بسبب التفكير ده. طب سلبيات التفكير الزايد دي ايه؟ بيأثر على النوم بصورة كبيرة جدا، وعدد ساعات نومك مش هتكون منتظمة. قيس على كده بقى ان انت اي ضغط هيحصل لك في حياتك مش هتقدر تقاومه وهتبقى منهار قدامه. وبيأثر على الاندفاع في التصرفات لان اغلبها من الخوف الغير مبرر. ده غير طبعا ان انت هتفقد الثقة في نفسك اللي مليت تفكيرها بالحصر على اللي فات وتخيلاتك السوء من الحاضر اللي انت عايشه. ده غير طبعا بسبب تفكيرك ده هتضيع على نفسك فرص كتيره كان ممكن تحققها، ولو حصلت لك اي مشكله مش هتقدر تاخد القرار المناسب ومش هتتحرك بصوره اسرع لحلها. بعدها واحده واحده هتوصل لمرحله الاكتئاب وتعيش حياه غير متزنه، والقلق والخوف هيبقى من كل حاجه. اصل الحياه ان احنا ما ينفعش نبطل تفكير، علشان التخطيط والنجاح وتحقيق الاهداف اساسه التفكير. لكن التفكير اللي يحسسني بالعجز وان انا مش قادر اعمل حاجه ولا عارف اكل ولا اشرب ولا انام ولا اعمل اي حاجه، ده اساسا مرضي. تفكير زياده عن اللزوم مش هيوصل صاحبه غير للهلاك. نصيحه ليك، لو في اي حاجه قديمه مرت بيها كانت صعبه عليك ورجعت فكرت فيها، فكر في الدروس اللي انت استفدتها منها بس. الله سبحانه وتعالى قبل ما يخلق الخلق والكون كله كتب قصه حياتنا كلنا علشان حاجه واحده بس، لكي لا تأسوا على ما فاتكم، علشان ما تعيش كل لحظة تفكر في اللي فات وتعيش قلقان من اللي جاي. واحد يقول لي طب ايه الحل بقى وانهي معايا؟ اقول له الحل على طول ان انت توقف الافكار دي وتبدلها بافكار ايجابية، وكمان تزود الذكر زي مثلا لا حول ولا قوة الا بالله، وما تحكمش على نفسك بالفشل في تجربة مرت بيك قبل كده، لان تفكيرك وعقلك ودرجة النضج عندك والفهم كانت مختلفة. خليك مؤمن قوي وركز على نفسك، وافتكر دايما الايجابيات اللي في حياتك والنعم اللي انعمها الله عز وجل عليك.
ركز على نفسك وطور منها، واحسن دايما الظن والتوكل على الله، وخلي جلوسك دايما مع ناس ايجابيين يرفعوا من معنوياتك. استعين بالله وفكر بإيجابية وما تضخمش المشكلة واحسن العمل، وخليك دايما فاكر وعلى طول قدام عينيك لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. انا خلاص خلصت. سلام عليكم.